السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تعلم لتحترف أينما كنت، سدد الله أوقاتك بكل خير. أرحب بك في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله بإذن الله تعالى سأشرح لك كيف تعتمد على التوصيات لكسب المال عبر مواقع التداول، وعلى رأسها بطبيعة الحال موقع إيتورو. لكن قبل ذلك أود في البداية أن أشكر جميع المشتركين، ولله الحمد وصلنا إلى أزيد من 7000 مشترك. أشكر المتابعين أينما كانوا في الوطن العربي الكبير، وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن الجميع. إذن سأمر مباشرة لشرح اليوم، لأنه يعني مطلوب كثير لدى المتابعين. هناك يعني من لم يقتنع بعملية النسخ على الإيتورو، فيقول لك بأنه لا يكسب الكثير من عملية النسخ. لذلك من خلال هذا الشرح سأريك مواقع تعطيك توصيات أو تقدم لك توصيات. بطبيعة الحال التوصيات لا تكون دائما ناجحة، لذلك سأريك كيف تقوم ب يعني تجربتها قبل القيام بطبيعة الحال بالاعتماد عليها في حسابك الخاص. كذلك فهذه التوصيات تقتسم من يعني توصيات مقدمة من مواقع، والتوصيات أخرى مقدمة من أشخاص محترفين. يعني ممكن أن تبحث عن أشخاص آخرين يقدموا لك توصيات، فالتوصية لما تعتمد عليها ليست كالنسخ، فالتوصية كأنك أنت من تقوم بالتداول، على عكس النسخ فأنك تنسخ شخص يقوم بالتداول، وبالتالي تأخذ فقط مبلغ قليل يعني من أرباحه. إذن فالمواقع التي سأقترحها اليوم هي موقعين. الموقع الأول يعني واجهته كما تشاهد معي هنا، يقدم لك مجموعة من التوصيات. كذلك في هناك موقع آخر كذلك مميز للغاية، يعني سأضع لك الروابط تحت هذا الفيديو. هذا الموقع بدوره يقدم لك توصيات، ستجد عديد التوصيات. هناك توصيات قصيرة المدى، وهناك أيضا توصيات بعيدة المدى، يعني ممكن أن تأخذ يوم كامل، يعني ممكن أن تفتح يعني صفقة في الصباح ولن تحقق لك الربح إلا بعد يعني مرور يعني تقريبا 12 ساعة أو 24 ساعة. إذن عندما تريد فتح صفقة في المنصة التي تقوم أو التي تعمل عليها، فتأتي على سبيل المثال هنا أخذ موقع إيتورو كمثال، يعني تبحث على الزوج الذي تريد أن تدخل فيه على سبيل المثال. هنا يعني مجموعة من الأزواج، سأدخل لهذا الموقع FX Market Leader، فتوصياته جد مميزة، وستلاحظ معي هنا يعني مجموعة التوصيات الأخيرة لهذا الموقع، يعني 4 توصيات ناجحة مقابل واحدة ضربت الستوب لوز، وهذا معدل جد مميز، لأنه هنا أو يعني الأرباح ليست رهينة بصفقة أو صفقتين، يعني ممكن أن تحقق يعني 3 صفقات ناجحة وتحقق لك مبلغ مهم، ويعني تكون لديك خسارة أو خسارتين، لكنهما لن يؤثرا على مجموع الأرباح، وهذا مهم جدا. فالموقع كما تلاحظ معي هنا يعني مجموعة التوصيات الأخيرة للموقع فكلها ناجحة غير صفقة واحدة، وبالتالي فهذا الأمر عادي وعادي جدا، فلا يوجد شخص لا يخسر. يعني الاحتراف في المجال أو التقدم في المجال هو رهين بالتحكم في نسبة الخسارة، يعني يجب أن تكون الخسارة أقل بكثير من الربح، يعني 80% من نجاح هذه الصفقات فهو جد جد مميز، لأنه هناك في بعض الأحيان من يدخل ويعني ربما يطبق هذه التوصية وتضرب له ستوب لوز ويقول لك أن الموقع لا يقدم توصية جيدة، لكن في الحقيقة الشخص ارتكب خطأ، لأنه أول شيء يجب القيام به الآن وهو أخذ هذه التوصيات والاعتماد عليها في منصة تجريبية لمدة لا تقل على شهر إلى شهرين، وتلاحظ يعني العدد التوصيات المقدم من اليوم، يعني مثلا قدم لك 5 توصيات قمت بها بالكامل، ويعني واحدة يعني لم تحقق لك ربح، والأربع التوصيات الأخرى حققت لك ربح، فستجد بأن الأرباح مهمة
وجيدة مقارنة مع الخسارة، فهذا يعني ممكن أن تحكم في تلك اللحظة. والعكس صحيح، يعني ممكن موقع آخر يقدم لك مجموعة من التوصيات تقوم بتطبيقها في المنصة التجريبية، تجد بأنه معظم الصفقات التي يعطيك الموقع هي خاسرة، وبالتالي لا يمكنك أن تعتمد عليها في حسابك الخاص. هذه كقوس. إذا سأبدأ في مثلا على سبيل المثال، سندخل في هذه الصفقة الخاصة بالأورو يو اس دي على سبيل المثال، ستيك أو ستوب لوز في محدد في نقطة 1.12، و يعني التيك بروفيت محدد في 1.11، هنا سيل إذا بيع. سندخل ونبحث على الأورو الأورو اس دي. يعني دائما أن تحاول أن تعمل على الأزواج المعروفة، فهذا جيد جدا لأنه تكون تحركات السوق من نوعا ما معروفة، على عكس الأزواج الأخرى خصوصا الين الياباني فهو خطير جدا وتحركاته في الغالب لا تكون متوقعة. لذلك يجب دائما محاولة الاعتماد على هذه الأزواج المعروفة. فلما يعني تدخل للزوج الذي تريد أن تدخل إليه بطبيعة الحال، تدخل في الصفقة هنا، تضغط هنا، وأمر مهم جدا يجب الانتباه إليه وهو هنا، يعني يجب الاختيار بين الشراء والبيع. فهناك من يفتح صفقة ويدخل لهذه الواجهة ويحقق أو يحدد المبلغ هنا ويحدد الأرباح والخسارة كذلك، ويفتح الصفقة على شراء ربما، أو يعني على الأمر المحدد هنا، وينسى تغيير الأمر، لأنه مثلا يعني في هذه الصفقة يقول لنا بأن العملية عملية بيع، وبالتالي فلما تدخل مباشرة يحدد لك الموقع شراء، وبالتالي لما تدخل في الصفقة بهذا الشكل فأنت ستذهب في الخسارة، وبالتالي يجب أن تنتبه لهذا الأمر، يعني أن تضع هنا البيع بطبيعة الحال. هنا تحدد المبلغ، على سبيل المثال نحدد تقريبا 400 دولار. في الأخذ الربح بطبيعة الحال هنا حددوا تقريبا ما يقارب يعني أعتقد 1.11، إذا يعني ستضغط هنا وتحدد 1.1838. أعتقد أن الصفقة قريبة جدا من الانتهاء، لن نحقق منها شيء، لكن على كل حال فقط سأريك كيف تقوم بهذا الأمر. ربما يعني تدخل لهذا المكان وتجد مكتوب مبلغ، يعني ممكن أن تضغط على إيقاف الخسارة وتجد مبلغ يمكنك يعني تغييره هنا بالضغط هنا وتغييره لهذه الأرقام، وبعد ذلك تقوم بوضع هذا الرقم وتقوم بفتح الصفقة. يعني الأمر كله الآن جيد. أمر آخر مهم جدا وهو الرافعة. هناك من يغامر بشكل كبير ويضع يعني 200 أو 100، فالرافعة بطبيعة الحال دائما يجب أن تكون يعني مقبولة، يعني حتى ولو تكون الخسارة ف يعني تكون قليلة، وكذلك الربح يكون قليل، لكن على كل حال كبداية يجب تحديد رافعة قليلة يعني لا تتجاوز 25. إذا تقوم بفتح الصفقة على هذا الشكل. نذهب إلى المحفظة، ستلاحظ معي هنا الآن قمت بفتح الصفقة كما تشاهد على سبريد، يعني على التقريب الخسارة الآن ناقص 3 دولار تقريبا. إذا كما تلاحظ معي يعني الصفقة لحد الآن يعني داخلة في الـ في الـ في, الـ في الخسارة. على كل حال هل ليس هذا هو المهم، يعني الأهم وهو كيف يعني تقوم بالتجريب أو إدخال الصفقة. أمر آخر يجب الانتباه له وهو أن الموقع هنا كما قلت في البداية يقدم لك توصيات يعني بعيدة المدى وأخرى يعني لا تتجاوز تقريبا 4 ساعات، وبالتالي في بعض الأحيان هناك من يدخل في مثلا صفقة بعيدة المدى يعني على بعد تقريبا يوم كامل، يعني لما تدخل في الصفقة الآن حتى ولو تشاهد الخسارة فممكن أنها تدخل في الربح بعد
4 ساعات أو بعد 5 ساعات، فهناك من يشاهد تلك الخسارة ويقوم بغلق الصفقة في الحين، وهذا خطأ كبير يقوم به الكثير من الإخوة وبالتالي يضيعون أموالهم. فإن سمعت بأن الصفقة بعيدة المدى فبطبيعة الحال ستتركها للمدى البعيد. بالنسبة هناك من يدخل في صفقة ولما يشاهد هنا الأرباح، في البداية في ال10 دقائق الأولى يشاهد مثلا $5 ربح أو $6 ربح، يقوم بغلق الصفقة بسرعة، وهذا الأمر ممنوع على الإيتورو. ممكن القيام به على الإكس إم مثلا أو على منصة أخرى، ولكن بالنسبة للإيتورو في ال10 دقائق الأولى لما تشاهد الربح في إحدى الصفقات فلا ينصح بغلق الصفقة. إذا إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الشرح. كما تلاحظ معي هنا الصفقة الآن تدخل في الربح، أرباح $1. على كل حال أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابك. إن كان الأمر كذلك لا تنسى الضغط على زر إعجاب للفيديو، وكذلك إن كنت زائر القناة لأول مرة أدعوك لزيارة القناة، فهناك العديد من الفيديوهات التي ستنال إعجابك بإذن الله تعالى. ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك والانضمام إلى أزيد من 7000 مشترك. إذن إلى هنا أتي إلى نهاية هذا الشرح. أضرب لك موعد في فيديو جديد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء، ورمضان مبارك سعيد للجميع.